مساكم الله بالخير. حدث فلكي يحدث الان، تبي تشوفونه؟ تعالوا. امام الساعه 7:48 من مساء يوم السبت 11/0/1443 نشاهد الان حدث فلكي واقتران بين القمر وكوكب المشتري وكوكب زحل وكوكب بلوتو. طبعا الاقرب زي ما نشاهد الان هو كوكب المشتري، هو الاقرب للقمر، بعده يجي زحل بالأعلى، بعده كوكب بلوتو. طبعا هذا الاقتران حدث يحدث الآن زي ما تشاهدون، شوفوا كوكب المشتري هو الأقرب الآن للقمر. الآن بإمكان أي شخص أن يشاهد هذا الاقتران بالعين المجردة ويكون في مكان بعيد، ما يكون بعيد عن المدينة ولا يكون في أنوار حتى أنه يستطيع أن يشاهد هذا الحدث الفلكي.